يا أغلى يا أغلى من على الأرض، أحقا افترقنا، أحقا مات كل من على الأرض، أحقا بقيت وحدي أبحث عنك في كل الجهات بالطول وبالعرض، أحقا بقيت خلفك ألملمني ألصق بعضي من شتاتي في بعضي، وأستيقظ صباحا أفتح عيني للحياة وألمح سقف غرفتي فأشعر بالألم والإحباط لاكتشافي أنني ما زلت على قيد الحياة، وأن فراقك لم يكن كابوس ليلة عابرة، وأن هناك معاناة ما ستبدأ بعد قليل، فأغمض عيني مرة أخرى لأنه لا شيء بعدك يستحق الاستيقاظ، لا شيء بعدك يستحق الاستمرار، لا شيء بعدك يستحق شيئا. وأمد يدي إلى هاتفي أنيره في عتمة الظلمة أبحث فيه عن أي شيء منك يمنحني الفرح، فلا أجد سوى شبح غياب مقيت، أقذفه بعيدا عني وأجلس على سريري، أنكمش على نفسي، أضع رأسي على ركبتي تغطيني ضفائري كامرأة بدائية، ويخيل إلي أنني أرتعش أمام واقع فراقك كطفلة نامت في أحضان والديها بأمان واستيقظت لا أحد فوق الأرض سواها. أتحرك من سريري، أتحرك من سريري في اتجاه مرآتي، أبتسم للأنثى التي أراها في المرآة وأوشك على سؤالها من هي، لكنني أرتعب حين أدقق في وجهها، إنها تشبهني، حتما هي ليست أنا، هي تكبرني بعشرات السنين، هي ضفائرها مهملة وأنا ضفائري معطرة، هي على وجهها علامات الحزن والانكسار وأنا وجهي شموخ الأرض كان فيه، ويرعبني تخيل أنها أنا، وأن فراقك قد تلعب بعجلة عمري فنقلني ليلة الأمس من ربيع العمر إلى خريفه، وأن صدمة رحيلك قد قذفت بي من شموخ الحزن إلى انكساره. أهي صدمة الفراق أم ذبول الحزن سيدي؟ نعم، إنه ذبول الحزن الذي يباغت ربيعنا ذات غدر فلا يبقي منا ولا يذر، وألملم تبعثر شعري، أرسم على وجهي ابتسامة، أتقن اختيار الأقنعة قبل الخروج إليهم، أرتدي أجمل ما لدي وأغمرني بالعطر الذي أرسلته إليك ذات حب على منديل حريري أحمر. فهناك يجلس أب مسن عاش عمره يمنحني الفرح، وعجوز ضحت من أجل سعادتي بالكثير، فألقي بنفسي في أحضانهما بدلال وأضحك معهما بصوت مرتفع، وفي داخلي تبكيك، وفي داخلي تبكيك أشياء وأشياء وأشياء. وأغادر منزلي، أتجه إلى زيارة جدتي، أجلس تحت السدرة العتيقة في البيت الكبير، أتأرجح بأرجوحة الحبال، فجدتي ما زالت تصر على العيش في منزلها القديم، تقول أنها تخبئ في الجدران عطر جدي، وأنها في تراب البيت تشم عبير شبابها، فأقبل رأسها وأتجاهل نظراتها لي، أخشى سؤالها عنك، فهي اعتادت أن أثرثر بك كلما دخلت عليها، هي اليوم لم تفعل وقد لا تفعل، ولكن أظنها أنها شعرت بكل شيء، فاليوم حين وضعت رأسي على رجلها
وطلبت منها أن تحكي لي حكاية ابنة السلطان التي عشقت ابن الحطاب. وضعت يدها على رأسي وشعرت عندها بأنها تخفي دموعها عني. عندها أدركت أنها تعلم. التصقت بها أكثر، دفنت وجهي بها وبكيت 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 وأغادرها. أتجول بسيارتي بلا هدف، كأني أبحث عنك في زحامهم. أسمع الأماكن وأغالب البكاء وأبحث عن مكان جمعني بك، فلا أجد ما لم تجمعني بك الأماكن يوما. فمرورك لم يكن حولي كي أغير المكان، مرورك كان بي، فكيف أغير بي؟ وأعود إلى غرفتي، أطفئ أنوار المصابيح وأجلس في ركن قصي في غرفتي. أستند إلى الجدار وهاتفي في يدي، أقلب صندوق الرسائل فيه، أقرأ قديم رسائلك. تستوقفني رسالة أرسلتها إلي تقول فيها: أحبك جدا. فأبتسم بألم وأضع وجهي في يدي وأبكي شوقا إليك. رنة خاصة لرقم هاتفك، ونسيت أن أخبرك قبل أن ترحل أن اتصالك كان بشارة عمري. وأجلس فوق سجادة صلاتي، أرفع يدي للدعاء بنسيانك. أتراجع، يرعبني نسيانك. فمن نفس هذا المكان رفعت يدي ليال أدعو الله أن تكون لي وحدي ومعي. ومن نفس هذا المكان دعوت الله أن تكون أسعد خلقه في كونه. ولم أستخره بك يوما، كنت أخشى أن تكون شرا فيبعدك الله عني. فأنت لم تكن شيئا عاديا في حياتي، لم تكن إحساسا عابرا، لم تكن مرضا يمكن الشفاء منه. أنت كنت في عمري شيئا يفوق عمري، وهو عمري يخلو منك. ترى هل ما زلت تتمنى أن تزفني إلى آخر في ليلة تسمى لعنة العمر؟ فأجلس بجانبه وبيني وبينه تجلس أنت، يلتصق بي وبيني وبينه تقف أنت. كم سنة يجب أن أغمض عيني وأنا معه حتى أتقبل أنه ليس أنت؟ وأعود إلى فراشي، أضم صورتك إلى قلبي وأتساءل: يا أغلى من على الأرض، أحقا افترقنا؟